تيسخف تيطيح في بلاصه. اني لما صرفت واحد البسطيه تدي 3500 درهم، لما صرفهاش تقول لي هذا مات. عندو سرطان جيبي الكبد والكليه، وانا مبغيتش نقول للجوجه ديالي الا قلت لها هي فيها السكر وعندها السكر ديال الخزين صدق طيح ليا، مبغيتش نقولها لها كاع مشاكل قوات عليا بزاف اصاحبي. انا ما تعطيني حتى حاجه، انا اعالجوا لي اولادي، ندير الوقت ديالهم، عندي كلشي. الله يجزيكم بخير اخوتي، الله يرحمكم والدي. ثلاثة الحالات في الصالة ما عندكش كان راك، وجاتني في الكبدة ديالي ولا في الداء ديالي ولا رجلي، والله تنقطعو ونعطيه لولدي ولا بنتي ولا الزوجة ديالي، اقسم بالله تنقطعو. ولكن الله غالب ما عنديش كان، جي لعندي انايا، ما تجيش لعند ولادي ولا عند مرتي، تجي لعندي انايا، انا اللي مسؤول عليهم، تجي لعندي شي حاجة. والله كاين الله غالب. السلام عليكم. عندي واحد المشكل الله يرحم الوالدين، عندي العائلة عدة 3 سنين ونص عند دار الفدق، دابا قالوا لي خطا دير العملية، فهمتي؟ قالوا لي خطا دير العملية، وأنا ما خدام، أنا خدام على قد الحال، نبغى خدام لا ما خدامش، يعني يلا قول مكافي مع الكلى، الكلى والمصاريف، بعد الخطأ ما تيبقى ليا حتى شي درهم. دابا المشكل عندي هذا تيكون معايا هنا تيغيب بالليل، لما عطيتلوش الباب تيغيب، تنصيبو عاد في اللسان ديالو، تقول لي مات، تيغيب ساعتين ثلاثة سوايع هو تيغيب. المشكل تيقول لك عندو سرطان جايبين الكبد والكلية، وانا مبغيتش نقول للجوجه ديالي الا قلت لها هي فيها السكر وعندها السكر ديال الخزين صدق طيح ليا، مبغيتش نقولها لها كاع، باقا هكاك الان دابا مبغيتش كاع نقولها لها، باقا مخبي عليا مبغيتش نقولها، الا قلت لها صدق طيح ليا ولا والله شي حاجه. فوقاش اكتشفت المرض ديال هذا الشيء عامين دابا هكاك، مشيت له دوزت له تحاليل، دوزت له كلش، دوزت له تحاليل كبير 250,000، واخا ما كانش هدي تسلفتها، تسلفتها ودوز له سكاني ودوز له تحاليل، قالوا لي راه فيه 37 سنتي. كذبت هنا في الطبيب، مشيت للكلينيك خوتي انا وتنصيبو لنفس المنظر، قالوا لي راه فيه 37 سنتي خصو العملية ديال السرطان، قالوا لي خصو يتجمع تعمل له شنيا الاول والثاني باش يتجمع ذاك المرض باش يعملوا العملية، قال لي ما يمكنش يعمل عملية وهو مشى تا له هذاك السرطان، قال لي ضروري خصو يعمل عملية. عملية شي 9 ملايين و200، سعد الملايين 200، وانا ما عندي منها حتى شي درهم، واللي قضى على شي حاجه الله يرحم الوالدين اخوتي، انا ما تعطيني حتى حاجه، انا اعالجوا لي اولادي، ندير الوقت ديالهم، عندي كلش. اللي بغى يتواصل معايا الله يرحم الوالدين اخوتي، انا ما تنهرقهم حتى شي حاجه، عندي التحاليل، عندي راديو، عندي كلشي. اللي بغى يتواصل معايا شي حاجه الله يرحمكم الوالدين، رانا عاكري على قد الحال. كاين 30,000 ريال عازد الموضوع هي قول 180,000، ما عنديش كندي، انا مزير. هذا ديال ما فيها السكر وعندي فيها كانت المراره فيها الحجار، مشاكل قوات عليا بزاف اصاحبي، كون جاتني بشي حاجه كنقطعتها من عندي وعطيتها لولادي ولا عطيتها لمرتي، والله تنقطعها من عندي. شحال دابا صرفتي، شحال دابا خسرتي لولدك؟ دابا تقريبا نقول شي 6 مليون ولا 7، باقي عليا 3 مليون كريدي، اقسم بالله الا باقي 3 مليون كريدي. الدوايات بلا هاد المشاكل والدوايات، فين ما تغيب لي تنديه. في ماتيريو ديال تيغير نهار اللي تغيب لي تندير الكنين تنخلي فيه 1000 درهم ولا 1200 درهم، والله ما تجلس لي من هادي هاد، ها هو البحث الصعاد لسانو مكزز الزيتو، هذاك النهار اللي عيط لك بالليل الزيتو ديتو ديت الكنين كان الكلو صويرو دار له واحد المباراة فات عاد عيط وقال، ولكن تنطلب الله محسنين الله يرحمكم الوالدين اخوتي في هاد العواشر، الله يرحمكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، والله يخلي لكم اللي يعزز عليكم، اللي قضى على شي حاجه يتواصل معايا، الورق ديالهم كلشي ديالهم، ما هربت مشي حق، الله يرحمكم الوالدين اخوتي. كيفاش كيغيب دابا؟ تغيب تجي في توحود، عنده تاخر، عنده كلشي، كلشي قوات عليه. دابا يلاه دخل 7 سنين. الله يرحمكم. كان داخل مسكين المدرسه ما قوات عليه، تي ولا جلس بحالو قال لي بابا ما قادرش. دابا انا ما هضرتيش ما يهضرش. ملي تكلمت كاع مارا تيجي تيغيب ليا، قال له دابا راه خطا العمليه، تيسخف تيطيح في بلاصه، يعني الا مشى شي واحد البسطيه تدي 3500 درهم، الا ما صرفهاش تقول لي هذا مات، خصو ضروري يصرف هذاك الدواء ديال 3500، انا ما عنديش هذيك 3500، انا تنعيط على انا من فاس تيجيبوا لي من فاس، مواطن خصك تخلص له طيب 200 درهم باش يولي رجعك. البنت هذه صغيره شنو الحرق اللي فيها؟
عند الفقد قالوا لي خطا العمليه، خرج لي داك الفقد تيخرج لها ب 10 سنتيم 15 سنتيم، عندي التحاليل ديالها، عندي الراديو ديالها، عندي العمليه ديالها كلش. اللي قدر عليه شحال يتواصل معايا الله يرحمكم والدينا اخوتي، الله يجزيكم بخير اخوتي، الله يرحمكم والدي، راك وجدتني في الكبده ديالي ولا في الداء ديالي ولا رجلي، والله حتى نقطعو نعطيه لولدي ولا بنتي ولا الزوجه ديالي اقسمه بالله حتى نقطعو. ولكن الله غالب ما عنديش كعندي، انا من بعد خطرت انا غادي في طيطس الدنيا البكيه، تنقول لي جات لعند ولادي ولا الزوجه ديالي، جي لعندي انايا، ما تجيش لعند ولادي ولا عند مرتي، تجي لعندي انايا، انا اللي مسؤول عليهم، تجي لعندي شي حاجه، والله كاين الله غالب. كلشي قدو عليا الله تعالى وبارك، ما عنديش كعندي، ثلاثة الحالات في الصالة ما عندكش كان، خا يكون عندك المناية ديال الفلوس سيرك، ولكن ما عندي حتى درهم والله ما عندي. قسم بالله لا دابا دابا وقع عليا 3 مليون كريدي، والله ما عاطي فيهم حتى درهم، البارح انا عيط عليه قال لي عطيني المليون ديالك، قلت والله ما عندي دابا، دابا اصبر، اقسم بالله كان عندي. ايوا ها انت، ولكن الله غالب. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.